السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم سلطه بليبات او المعكرونه والخضر. سلطه سهله ولذيذه بزاف بزاف، ما تشبعوش منها، كتجي رائعه شكلا ومذاقا. نتمنى ان شاء الله تشاهدوا معايا الفيديو للاخير وتعجبكم هذه الوصفه. نعطيكم المقادير على بركه الله. عندي هنايا تقريبا 200 غرام ديال ليبات، اختاريت هذا الشكل هذا اللي سلقتها بطبيعة الحال في الماء والملحة وصفيتها، ما كنطيبوش البات حتى يتعجنوا، حط عليها الماء بارد باش نوقف لها الطياب. عندي هنا شوية ديال الزيتون الأسود بلا عدم بطبيعة الحال، شوية ديال الجبنة ديال الفيتا، واحد البصلة صغيرة، حبة ديال الخيار، نص فلفلة، وهنايا عندي مطيشة صغيرة أولا لي طوماط سوغيس. وبالنسبه للفينيغريت غادي نعطيها لكم في الاخير، واحد الفينيغريت اللي كتجي رائعه ومن السماء. نبداو على بركه الله. بسم الله، اول حاجه كندير لي بات في هذا السلاديه، كنزيد هذا الزيتون من هنايا بسم الله، وكنقطع هذه البصله شرائح رقيقه. على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا معايا كتكون رقيقه، وكنحلوهم بطبيعه الحال. غادي نضيفها هنايا جانبا بسم الله، كنقيو هذه الحبه ديال الخيار، كنقسمها في النصف وكنقطعها على هذا الشكل هذا. ما كتشاهدوا معايا السمك ديالهم ما غلاتش بزاف وماشي رقاق. غادي نزيدو حتى هو جانبا. غادي ناخذ الفلفله حتى هي نقطعها شرائح بحال البصله بسم الله. تقدروا تزيدوا حتى الفلفله حمراء الا توفرت عندكم بسم الله. والان غادي نقطع مطيشه في النصف. غادي نزيد الطماطم حتى هي جانبا. الان غادي نقطع الفيتا. على هذا الشكل هذا درنا جميع الخضر. الان غادي ندوزو باش نحضروا لا فينيغريت. بسم الله، بالنسبه لا فينيغريت اللي نديروها لهاد السلطه، عندي 4 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون، شويه ديال الاوريغانو اولا الزعتر، الملحه، قليل من الفلفل الاسود، وواحد نص ديال الحامضه.
بسم الله. غادي ندير الحامض، نديرو الملحة بطبيعة الحال على حسب الذوق، شوية ديال الفلفل الأسود، وعندي الأوريغانو. بسم الله. نخلطو لافينيغرات ديالنا وكنديروها على السلطة. بسم الله. بسم الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلطه اللي حضرت معكم هذا النهار، سلطه بليبات والخضر، سلطه سهله وسريعه، والاهم انها كتجي لذيذه بزاف بزاف وصحيه. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم، مع السلامه، فيديو جديد ان شاء الله.